السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله اليوم نصحو التمرين 10 صفحة 36 كتاب المصدر الفيزياء الثانية بكالوريا أولى بكالوريا ماشي الثانية بكالوريا. ألوغ يصعد دوك هذا هو يصعد متزحلق وزنه بي جزء من منزلق طوله أبي مائلا بزاوية ألفا بالنسبة للمستوى الأفقي بسرعة ثابتة في تحت تأثير قوة ثابتة في F شدتها بالنيوتن تكون متجه القوة F زاوية بيتا مع اتجاه المنزلق يطبق مع اتجاه المنزلق يطبق المنزلق على المتزحلق قوة احتكاك نمثلها بقوة F نعتبرها ثابتة هو موازي لاتجاه الحركة F. اولا انجز تبيان توضيحية وارسم علي مختلف القوى المطبقة على المتزحلق. الو انا هذه التبيانة دي التبيانة الو نعتبر وجه الجسم كمستطيل يعني بحال هكا نديرو حنا وصافي يعني بغيتي ترسمو. الو دوك راه عطينكم في الكتاب واحد القوة اف كتسحب من هنا دوك هي اف شوف هذا هنا كاين واحد الخط داير هكا وجاي هنا جايه اف هي اف وانا خلاص الزاويه خليت نكتبها بلون اخر بيتا هنا الفا هادشي اللي كاين. دونك كاينه قوة بي اللي كتسحب وزن الجسم هيا دوك نطولوها ماشي مشكل بي وكاينة قوة الاحتكاك السطح اللي كتكون جارة من يعني تسبلون قوة احتكاك السطح هكا غدا في الحاء المعاكس دونك هذه هي ندوزولها بإف وكاين هاد القوة هادي اللي كدفع الفوق كتكون كتطلع يعني ار ان وخلاص اللي كد القوة اللي ما بيناتهم هذه هي هكا هذه هي قوة السطح. دابا واضح القوة اللي كغادا في عكس في العكس يعني اللي كتجر اللور و اغ كتكون ما بيناتهم هاد الار واضح كلشي. الوغ هذا هو الرسم التبياني دونك هذا هو السؤال الاول. دابا نشوفو السؤال الثاني احسب شغل كل قوة من هذه القوى اي قوة من هذه نحسبوها و شوف و اثناء انتقال متزحلق من ا الى ب. دونك ثانيا يعني درتو كاع القوى اللي غادا من ا ل ب هادي ا دونك هادي او ا ب واضح حتى لهنا. الوغ راه ستيلو هكا دونك بداو ب ب الشغل ديال ب ما هو الا ب في المسافة ا ب اللي عطينا كوسينيس نتاع اش نتاع الفا بلس الزاوية باش غادي اللي هي 90 درجة اللي كتساوي لك بين عطاو هنا اللي هي 750 في ا بي اللي هي 350 كوسينيس الفا اللي هي 25 بلس 90 تطبق عددي بالآلة الحاسبة تجيك 750 مضروبة في 350 كوسينيس تاعش 25 زائد 90 تتلقى تساوي ناقص 110 900 دونك ناقص 110 93 7 فاصلة نديرو فاصلة 3 هذه هي بالجول هذا الشغل دبي هذا الاول. ثاني حاجه نشوفو القوه الاخرى القوه دو اف الخيط اللي كيجر هنا الخيط اللي كيجر كيتساوي لنا سي لا ميم اف في المسافه ا بي
كوسينيس نتاع الزاوية اللي غادي اللي هي بيتا. دونك تجيك اف عطينها لنا اف 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 هي 370، هاي فين عطينها 370، هي تحت تأثير قوة ثابتة اف 370. نضربها في ا بي اللي هي 350، كوسينيس نتاع عاش نتاع بيتا اللي هي 22، كتساوي لك يعني من بعد تطبيق عددي هادشي اللي كيساوي تا هو نقلوه 1.00070.31 جول. هذا الشغل دو اف عاوتاني، عاوتاني نشوفو القوة الموالية اللي هي اف غدا في العكس، قوة دو اف هي الشغل دو اف كتساوي لك سي لا ميم اف ا بي في كوسينيس نتاع 180 درجة. علاش 180 درجة؟ راها غدا 180، دونك كتساوي لك اف ما هي الى 26 نيوتن في 350 كوسينيس 180، كذلك نعوضو 26 في 350 كوسينيس 180 ستة القوس اللي هي ناقص 9100، كتساوي ناقص 9100 جول. هادي الشغل دو اف. الشغل دو اغ ان القوة ديال السطح هذيك كتساوي كذلك تا هي نفسها اغ ان في ا بي، يعني كتشوف هادشي يعني ساهل غير كيتكرر، كوسينيس نتاع عاش تاع 90 درجة. علاش؟ حيتاش الزاوية واقفة دونك كوسينيس 90 درجة اللي هي زيرو، دونك الشغل نتاع اغ ان كيساوي زيرو صفر. دونك شنو يبقى لك؟ يبقى لك اغ اغ لي اغ هي الشغل دو اف، يعني اغ هي الشغل دو اف. علاش؟ حيتاش الشغل دو اف كيساوي الشغل ديال اف هادي زائد الشغل دو اغ نتاع اغ ان، اف الشغل دو اف زائد الشغل دو اغ ان كيساوي الشغل دو اغ. دونك حنا عندنا الشغل دو اغ ان كيساوي زيرو، دونك الشغل دو اف اللي هو يبقى هو الشغل ديال اغ. نتمنى يكون واضح. دابا ندوزو السؤال الثالث، هادو هما القوى كاملين اللي كاينين، يعني زيد هنا تي الشغل ديال اغ كيساوي الشغل ديال اغ حيتاش الجمع ديالهم كيتساواو. الوغ هادشي دونك ندوزو دابا للسؤال الثالث، ها هو الثالث. يعني بغيتي تنقى التمرين ديال 6 راه نصحيتو حتى هو، راه غير كنكمل عليه، يعني هذا راه التمرين صحيتو هو الاول. دونك دابا التمرين 10 راه حنا خدامين فيه. دونك ثالثا احسب القدره المتوسطه بي للقوه اف، احسب القدره المتوسطه بي للقوه اف. الوغ نطبقو قاعده بي كتساوي لك عندنا هي الشغل ديال اف مد المجال ال بي. ال بي علاش؟ على التغير الزمني ديال طاتي. وعندنا ان السرعه كتساوي كيلا ديستونس على التغير الزمني. دونك هادي اش كتيكيفالي ليا؟ ان دي دو تي كتساوي دي سوغ في، لا ديستونس عندي والسرعه حتى هي عندي. دونك التغير الزمني ما هو الا دي، دونك نديرو هكا المسافه اللي هي ا بي، هادي راه هي ا بي على في باش نكونوا واضحين. الوغ دلتا تي هي ا شي هي ا بي اللي هي 3 350 متر. علاش؟ على السرعه اللي هي 7.2 كيلومتر على الساعه. باش نحولوا الكيلومتر على الساعه للمتر على الثانيه نقسموا على 3.6، هيا نقسم على 3.6. اللي داخل في هذا راني داير فيديو بالتدقيق كنشرح فيها كيفاش تحول
من الكيلومتر على الساعة للمتر على الثانية، ومن المتر على الثانية الكيلومتر على الساعة. دابا ندير لكم اللينك ديال الديسكريبسيون، فقط 3.6 باش نجي نحول من، يعني هاي كاع نكتبها لكم كاع، مثلا من 7.2 كيلومتر على الساعة بغيت نحولها للمتر على الساعة، نقسمها دونك تجيك هانت هكا. هنا المتر على الثانية، هادي نقسمها، هيا نقسم على 3.6 من الكيلومتر للمتر، ومن المتر على الثانية للكيلومتر على الساعة نضرب في 3.6. واضحة يعني، واضحة أنا دي قاعدة، هاي احفظها، هادي هي اللي كتسهل كاع الحساب. دونك هادي غادي ندير التطبيق عددي 365. دونك بحال هكا دير 3.5 350 على، افتح القوس هكا ودير هادي، ودير 7.2 على 3.6، سد القوس تساوي 175. دونك هادي كتساوي 175، المدة الزمنية اللي هي السكوند، هادي هي دلتا تيتا. الوغ بي نعوضو دابا، الشغل بي كيساوي ليا اللي هو الشغل ديال اف من ال بي اللي هو حسبناه قبيلة. نشوف يعني اللي هو 12070.31، نعوضو هنا 12070.31 على ياش مقسومة، مقسومة على المدة الزمنية اللي هي حسبناها 175، هي 175 بالسكوند. دونك شي على شي تطبيق عددي، نكتبو هادشي كامل 12070.31 على 1575، أجيك 686. هي بي حيدا، دونك بي كتساوي 686، نديرو فاصلة واحد واط. هادشي اللي كاين. دونك هدا هو التمرين 10. متنساوش تابونا في لاشين وديرو لايك، وخصكم شي تمرين غير قولو في لي كومونتير، غادي تلقاني ان شاء الله نصحها لكم التمارين اللي باغين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.